خبر اولي عدنا عن قمر مارو، هل هي مخطوفه او لا؟ في المعرفه حبايب شو اللي صاير، فهذا المقطع نزل على القناه اسمها جوجو توب، وبهذا المقطع طلعت قمر مارو بشغله كلش غريبه، اما سوت نفس الحركه اللي سوتها ام سيف لما كانت مخطوفه او نوعا ما صاير عليها شيء، وليها الحركه يا حبايب دليل انه الشخص مخطوف او يحتاج الى مساعده. فقمر مارو سوت هذه الحركه بالمقطع اللي سوته، فهل هي مخطوفه او انه نوعا ما هي تحتاج الى مساعده؟ طبعا هاي المتابعين صاروا يتوقعون انه بما انه قمر مارو الان طلعت من الفريق ولكن ما طلعت اعلنت عن هذا الشيء مثل ما سوت يارا مار، وله سبب انه قمر مارو حاليا ما عاد اي مواقع تواصل اجتماعي لا انستغرام ولا اي شيء، كل ما اخذ مقبل الفريق او متبند. فنوعا ما سوت هذه الحركه عم تطلب من المتابعين انهم يساعدوها نوعا ما تطلع من الفريق انه هي مخطوفه. فما ادري صراحه اذا هي قاعده تسويها او مجرد قاعده تطقطق اصابعها، ولكن هو المتابعين صاروا يتهجموا على نور مارو ويطلبوا من عنده انه يوضح شنو السبب اللي قاعد يصير بقمر مارو، ولكن هو ما رد على هذا الموضوع الى الان. طبعا لا تنسون يا حبايب انه تشتركون بالقناه وتحطون زر لايك عمود ينقلكم الاخبار بشكل اكبر عن هذا الموضوع. واكو شغله ثانيه يا حبايب اللي هو باري جداده وايمو مار كان دائما يحكون على هذا الموضوع انه قمر مارو هي مظلومه بالفريق، وانه نوعا ما الفريق كلش كابتها او نوعا ما ضغط عليها، وانه حاط عليها شرط جزائي انه ما يصير تطلع من الفريق اذا ما تدفع 20,000 دولار، اللي هي بهذه اللحظه راح احط لكم اياها الباريش اللي قالها شوفوها. ولكن قبلها يا حبايب صار يوتيوب نزلت مقطع على قناتها باليوتيوب، بهذا المقطع يا حبايب كشفت به حقيقه يارمار وخروجها من الفريق انه هو مو مقلب ابدا، ويا اثباتات ودلائل. فراح احط لكم رابط مقطع بالوصف، اتمنى بالكل يروح يشوف المقطع بعدين تعالوا شوفوا هذا المقطع وتاكدوا من الموضوع. يا جماعه قمر مضغوط كثير جوا، محبوس ومهددينه كثير، مجبور يضل بالفريق لانه اذا بيطلع من فريق 20,000 دولار راح يدفع وكل قنواته لنور، لانه هذا العقد كان عقد بينه وبين نور، هذا الشيء كان صح. فبس شو نحن كنا مالنا واقعين هذا الشيء، يعني مواقعين بس قمر موقع يا حرام البنت. ليش عم بحكي قمر؟ لانه هي مظلوم جوا يا جماعه، حسابه الانستغرام حذفوه كل صوره، ما عم بخلوه ينشر ولا ستوري. ليش؟ لانه قمر حسابه مو عند قمر، لا عند نور. لو كان عند قمر كان ينشر لكم ستوري او يرد على رسالتكم. يا جماعه يوتيوب اذا بتشوفوا من شهر ونص ما له نشر مقطع على انستغرام ولا صوره، ما له عم بينشر، وصوره القديم مسحينه حذفينه. طيب اذا نقول هيك ليش بس قمر يا جماعه؟ طبعا ان شاء الله ما يكون بها اي شيء، وان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه. طبعا لا تنسون يا حبايب انه تحطون زر لايك، تشتركوا بالقناه وتشوفون المقطع ساره. وبس كان لكم فايز زي مقاطع من القصص، ومع السلامه.